التسعينات الأمم المتحدة اعتبرت القضاء العسكري قضاء استثنائي، والآن على ضوء تنقيحات جويليا بعد صدور المرسومين عام 69 و70 سنة 2011، هل يمكن اعتبار القضاء العسكري قضاء يمكن أن يدير محاكمة عادلة حاليا وليس قضاء استثنائيا؟ هذا في واقع الأمر السؤال المركزي اللي إن شاء الله بعد زمن ليس بالقريب أكيد جدا باش يجاوب عليه. اسكو التنقيحات هذه الجذرية اللي أدخلت على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على نحو يجعل للمتهم والمتضرر إمكانية الاستئناف والحق في الاستئناف، ويجعل للمتضرر الحق في القيام بالحق الشخصي، تقريبا هذوما أبرز المحاور اللي على ضوءهم نجموا نعتبروا ان القضاء العسكري ما عادش قضاء استثنائي، والمحكمة العسكرية ما عادش محكمة خاصة، اون جيستيس سبيسيال. هذا هي السؤال باش نجاوبوا، ولكن كما تعرفوا يعني التنقيحات هذه وحدها غير كافية لكي نقول بأنه خلاص القضاء العسكري الآن يمكنه أن يحتضن محاكمة عادلة تضمن خلالها للمتهم جميع الحقوق، وتضمن كذلك للضحية خلالها جميع الحقوق. هذا صحيح، خاصة وأني ربما ما نحبش نجاوبك بالسلب من اليوم، لكن أنا قلت لك في البحث اللي قاعد نعمل فيه تو على سير المحاكمات العسكرية ذات العلاقة بقضايا الشهداء، وكذلك ذات العلاقة بقضية ضبط أمن سمير الفرياني وقضية بركة الساحل، هذوما اللي كنت أبليكي فيهم برشا كمحامي مجموعة 25، قاعد نشوف الحقيقة في إخلالات إجرائية كبيرة جدا، إخلالات إجرائية كبيرة جدا، وباش ما نقولش كلمة اختيار، والخطورة هذه أنا نعتبر تأثيرها مباشر على نموذجية المحاكمة وعلى احترام تلك المحاكمة لمقتضيات المحاكمة العادلة وأبجدياتها. نعطيك حتى بعض الأمثلة، يعني أشرت منذ حين إلى مثال غياب ركن على نيك الجلسة اللي هو يعني مقوم من مقومات المحاكمة العادلة، يعني من غير ما أقول أنه في محاكمتي أمام نفس القضاء عائلات المتهمين أو المتضررين في مش فرق باعتبارهم أنهم جزء لا يتجزأ من ركن عملية الجلسة. في قضية بركة الساحل يحضر على الرغم من ثبوت تجاوزاتهم العديدة في حق المحكم وفي حق رحاب المحكم وفي حق هيئة المحكم وفي حق لسان الدفاع، وخاصة لسان الدفاع تماما الحق الشخصي. وفي قضية أخرى لنفس الأسباب يمنعون ويلحقون بخير. وخلينا نوضح، احنا قدمنا مطلب من اول جلسه وقبل حتى ما تنشر جلسات في عسكريه كاف على معنى التنقيحات الجديده بتاع خاصه مرسوم 69 تنقيحات مجله المرافعات، قدمنا مطلب لرئاسه المحكمه ولاداره القضاء العسكري طالبين تحويل قاعه المحكمه. قاعه هذه لا يمكنها ان تتسع لذلك الكم الهائل من المتهمين، ولذلك الكم الهائل من المحامين من الشقين، ولذلك الكم الهائل من الصحفيين والملاحظين وذوي المتهمين والضحايا. وبقي كذلك وثيقة تزين الرفوف، ولم يقع حتى على كل حال يعني لقينا جواب حال على اساس انه ربما يكون متاخر شوي المطلب هذا باعتباره انه بذلت اموال لتهيئه الفضاء ذاك خاصه في علاقه بالخيمه واموال طائله. حل كانه حل لا يمكن ان يحول دوننا ودون اعتباره انه ركن العلنيه اختل. كيف في علاقه بتعاطي المحكمه مع الشهود، منهم جلسه كيف الشهود قاعدين مع المحامين، انا واحد لازم نطمس خيرهم زملاء يا اخي طلعوا شهود وقيادات امنيه جايه، ليش هذوما قاعدين غير ضاربين بذلك عرض الحائط نص الفصل 94 اللي يقول لك الشهود يقعدوا لوطه في غرفه مستقله وينادى عليهم فرادى ويسمحوا للمحامين في الشقين بالتجريح فيهم بعد الاعذار والانذار والحلف. على كل حال هذا كيف انا نعتبره اخلال شكلي كبير برشا، كيف في علاقه يعني محكمه تصدر بطاقه جلد عدد ثلاثه متهمين
في الجلسه اللي يحضر فيها المتهمين المحكمه لا تاخذ راي النيابه العمومي. تعرف بطاقه الجلب بجرد قلم تحول الى بطاقه ايداع، والمحكمه لم تستنطقه ولم تسمح للسان الدفاع بشقيه لتوجيه الاسئله. هذا ينفصل شكون من حضر امام الجلسه امام المحكمه جلسه بمقتضى بطاقه الجلب، فالمحكمه حالا رئيس المحكمه او يفوض النظر لاحد مستشاريه لاستنطاقه على ان ياخذ راي النيابه العموميه في علاقه بالبطاقه قضائيه مصدره للشهر. هذا ما صارش. كيف يعني الاخلالات تكاد تكون كل جلسه لا تخلو من الاخلالات. نحن اي مش احنا في ماهوش هذا الموضوع، انما الموضوع الجوهري اللي نزلنا متمسكين به ونركزوا عليه. اذا القضايا هذه نشوفها وربما وهذا ما اتمناه توفى بمرافعتها. نحن قائمين بالحق الشخصي وربما لا نتراها، ربما لا نتراها اذا كان يعني تواصل هذا الضرب بأرض الحق بالحكامه التحضيريه المصدره، وتواصل هذا الاصرار على تقديم الطلبات المدنيه دون الامعان في الاستقراءات ودون التعمق فيها. ربما ما نكذبش عليكم وانا نقول للشعب التونسي الكل اللي راهو صحيح مجالسنا عندها اماناتها، ولكن رانا اتفقنا محامين اتفقنا على اساس انه اذا كان شق هذا التصرف الغير مبرر نعتبره انا الغير مبرر. تقول القضية طال نشرها مستحيل، هذا كلام مردود على من يدعيه باعتبار ان قتلنا 60,000 في البدايه. قضية الشهيد سليم الحضري شوفوا كنا صاير فيها سينما ولا لا. ثم نعطيك مثال اخر سيدي خويا، قضية فيها 5 متهمين راهو في مصر، فيها 5 متهمين وفيها تهم ربما اقل من هذه بكثير، واستغرق نشرها عدد 44 جلسة قبل ما تحجزها المحكمة المفاوضة. شو العباد هذوما راهم استغرقوا تاريخا، استغرقوا عمر بلادهم يعرفوا نحن والشعب هذايا. ما نجموش نستغرقوا منهم نحن 12 ولا 14 جلسة إيقاف. ثم ما عنديش مشكلة مع وضعيته الإجرائية، أنا شخصيا قلناها، ما عندناش مشكلة مع وضعيته الإجرائية. طالما وأنه مصلحة البحث تقتضي ومصلحة الفصل في القضية تقتضي مزيد من الاستقراء، يا خويا حينهم كل بحال صراحة. وأنا ضد ذلك، متهمين بنفس التهمة. بنفس التهمة، سواء تهمة قتل أو مشاركة في القتل. مشاركة سلبية أو إيجابية. واحد سنة واحد فرض. واحد يحال بحالة إيداع في السجن. والآخر يحال بحالة صراحة. ويتمنع. هذا مانيش بصدد الدفاع على حتى حاجة. ولكن بصدد الدفاع على مقومات المحاكمة العادلة. المحاكمة العادلة المتهمين كلهم يحظوا بنفس الحظوظ في الدفاع عن أنفسهم. السيد اللي يحال بحال ايداع بالسجن راهو محروم من الفرصه اللي يتمكن منها فلان وعلان وفلتان اكل يبداو يدافعوا على انفسهم في قنوات التلفزه وفي اعمده الصحف. هذوك يدافعوا على روحهم في التلفزه، علاش؟ خاطرهم بحال صراحه. والسيد اللي في بحال ايداع بالسجن عنده اقل نفوذ باش يمارسوا على اعوانه باش ما يشدوش ضده، على العكس الاخر اللي ليس فقط بحال صراحه ومترقي واللهم زيد وبارك ويستعمل في نفوذه. تكاثر الفرص شرط من شروط المحاكمه العادله وضمانات المتهم. طالما وان التكافؤ هذا مختلف اخو المدير، انا شخصيا والله العظيم لا عندي حتى مشكل، ما عندي حتى مشكل. وقلنا نحن لسنا دعاء للزجر بالناس في السجن، ولكن دعاء للزجر بالناس في بوتقه الدفاع عن حقوقهم. واللي ما يدافعش على حقه، قلتها انا مره اخرى، وذاك المثل اللي تو نرفعوا فيه، هذاك اللي وقع ما هو كان تتذكروا تو عشرة مع قضايا الشهداء والجرحى تو، احنا قلنا بدون لا عيش في وطن مجرموه احرار. ومن بعد تالي على ضوء السيناريو المشكوكي اللي صار في الجرحى والتسونامي اللي صار لهم قدام وزاره حقوق الانسان والعداله الانتقاليه، ضرب ومضروب ومصايب وطيشه في الشانيكول، قلنا لا خير في حكومة التي تحترم جرح ثورتها. وتو قلنا على لسان أم الشهيد
ام الشهيد قالش قالت لكم؟ قالت لها تبكي دمعه حارقه غليظه. قالت لن اموت اذا مات عزيز عني. مانيش باش نموت اذا كان مات ولدي. ولكني ساعيش كان ميت اذا فقدت كرامتي. هم الكل موت على وجه الارض. كلهم موت على وجه الارض. امهات الشهداء خاصه وابائهم وعائلاتهم وذويهم وحتى اصدقائهم. موت لانهم سالبي الكرامه لهم. وكرامتهم قالوها بالصوت العالي وكتبوها بالبنط العري وخطوها باحرف من دم. قالوا راهو كرامتنا السليبه طالما وانه ما عرفناش شكون اللي قتل ذوينا. هذا يا رسول الله في حتى من الحكمه، حتى من الحكمه. مطلب كما هذا يستجاب له. ليش باش نقول من الصدق ومن المواقف البطوليه والتاريخيه والثوريه بين النفرين الثوراجيه، من الحكمه لكي يستتب الامن، لكي تهيئ مرحله المصالحه على احسن وجه. هذه الحقيقه، هذه الحقيقه. وخلي الام الشهيد هي بعصمتها تسامح ولا ما تسامحش. اخي ام الشهيد في الف وبو الشهيد في مليون، مش شويه هما الحق العام، هذا هو الحق العام اللي دافع عليه النيابه العموميه. النيابه العموميه تدافع على حق، هذا هي بار ديفينيسيون القانون تاعها. تدافع على حق المجموعة الوطنية. المجموعة الوطنية شكون هي؟ هي عائلة شهداء وجرحى الثورة أصحاب الحق، وهي كذلك هما بيدهم عائلة شهداء وجرحى الثورة اللي مولوا في الخزينة العامة للبلاد التونسية، اللي السيد المكلف العام في وزارة الدولة يفوض النظر للمحكمة باش تصرف لهم تعويضات، هي في واقع الأمر فلوسهم باش ترجع لهم. شفتك الحلقة المفرغة وكل التحويل الخطير لوجهة قضية حقيقة. وسؤال يفرض نفسه أستاذ القليل، سؤال أخير، يعني ألا ترون أنه من الأرجح، من الأصوب، ألا ترون أنه من الأصوب تفكيك هذه القضايا؟ يعني نشوفوا توا تجميع القضايا، قضية تالا والقصرين وتاجروين، ألور كو تالا وحدها يعني أحداثها يلزم تاخذ وقتها يعني وتتدرس نتصور بطريقة أفضل، وكانت تكون فما قضية واحدة، قضية تالا ثم قضية القصرين ثم قضية كذا. والله هي الأخطاء تتراكم، والتراكمات ما تنجم كان دعم الأخطاء. تراكم الخطا من الاول عندما احيلت الملفات هذه على قضاء عدلي ما زال رهين تعليمات صادره على ديوان وزير العدل، ما زال رهين الضغط الشعبي، ما زال رهين الخوف المسلط عليه من كلمه ديغاش، وقطع اشواط القضاء العدلي، قطع اشواط في البحث وبين ظفرين راهوش كالعاده لها. يا عباد راهو ما صارش بحث، صار سماعات. قضاء العدلي 99% من الملفات ومن الابحاث اللي عملهم بكلها سماعات عائلات شهداء وجرحى الثوره. باش ما نفهموش عكس هذا، عمل حتى شيء يعني بلغه اخرى، مكتب التحقيق العدلي تحول بجرد قلم الى برنامج فرق قلبك. تعال يا ام الشهيد هاتي اقوالك، تعال فلان هاتي اقوالك، ما عمل حد شيء راه باش نبداو واضحين، باش ما نبداوش نحلوا في موضوع التحقيق وكيف كيف، باش ما نبداوش نحلوا حتى في موضوع التحقيق العسكري. وانا نقولها لهنا ونتحمل مسؤوليتي في كلامي. ما يهمنيش الظروف اللي خدموا فيها، ماهيش مسؤوليتي هذيك. ولكن اللي قاموا به لا يرتقي الى ان يكيف قانون الاستقراءات التحقيقيه. حد شيء ما عملوا شيء. ما عملوا حد شيء، انا نقول ما عملوا حد شيء. والخبر انطلق من هناك. تلقى روحك سواء في مستوى مكتب التحقيق او ربما في بعض الاحيان قاضي التحقيق يخدم ابحاث محيله عن دائره الاتيان، وفي وضعيتين سواء قاضي التحقيق او دائره الاتيان تقرر التخلي عن الملف اللي فات القضاء المختص اللي هو القضاء العسكري، يتعهد القضاء العسكري لهنا يرونا صرفنا من وقتنا على الاقل 4-5 شهور. اتونسيون سي تري امبورتون، 4-5 شهور يعني دمعة ما زالت تجري، يعني اضطرابات ما زالت، يعني حالة حمق ما زالت، ويعني كذلك إساءة سيري بلوز امبورتون، يعني حقيقة بصدد التلاشي، بصدد الطمس، ومجرمين يفلتون. يفلتون ويهيئون دفاعهم بصفة مسبقة، وهذاك اللي صار. هذاك اللي صار لا يخفى على القاصي والداري في البلاد.
ويتعهد قضاء عسكري وينطلق من الصفر. ينطلق من الصفر. هذاك علاش كنت خسرنا 5 شهور. يعاود يسمع كالعادة ويعاود يراس وزارة الداخلية واعطيني كذا واعطيني كذا وأجوبة وزارة الداخلية دائما وأبدا كالعادة. ما في بديش ما نعرفش ما عندناش. هلا هلا ما باش نقول كلمة ما نقصدهاش أكيد جدا. يعني مش معناها الحقيقي. ولكن التآمر هذا هو اللي أفضى إلى أن يتعهد القضاء الجالس بملف هزيل هزيل. سبحان الله. علاش نقول تآمر؟ لأنه يعني موقف وزارة الداخلية المتصلب في رفض التعاون، وعن المعطيات تقول حتى أكثر من رفض التعاون، التهديد بعدم التعاون والتهديد بالتصعيد إذا كان لحقها سوء لحق لقيادتها سوء. وهذا ثابت بمقتضى سري وأكيد جدا، وعن حتى وثائق توجيب وقت وحق الشعب التونسي باش يطلع عليها. حق الشعب التونسي باش يطلع على وزارة الداخلية كيف تتعامل بعد الثورة. تلك الوزارة اللي التو رفع لواء التطهير وكل، ونحن وزارة ثورة وين فارغ؟ فما حد شيء. كلام فارغ. يعني حتى واحد إلى حد الآن ما قال مصلحة الشعب التونسي قبل مصلحتي الخاصة، وقبل مصلحة وزارتي، وقبل مصلحة كرسية، وقبل مصلحة عرفة. حتى حد ما قال. خلي عاد أنا مصلحة الشعب التونسي، خلي مصلحة عائلات الشهداء وجرحى الثورة. هذوكم لهم الله. كيفاش التهديدات هذه استاذ؟ تهديدات وزارة الداخلية بالتصفيق. والله يعني المعطيات اللي عندي تو نحاول، خاطر معطيات رسمية، معطيات رسمية نحاول نحتفظ بها. ما نحبش هالقضية هذه تزيد تخرج على مسارها أكثر من اللي خرجها. خليها تواصل ترسو إن شاء الله في شطر الأمان في الاستئناف لكل حادث حديث إن شاء الله.